لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ملعب 90-90 مع ابراهيم فايق. حقيقة يعني انا ببقى اسعد بني ادم في الدنيا انه برنامجي بيبقى قبليه مسلسل بواب العبارة بتاع نجم محمد هنيدي، بصراحة بيموتني من الضحك. من المسلسلات المميزة جدا جدا، قال لها بسم الله ما شاء الله، انت لا مال ولا جمال ولا نسب. ممتع جدا جدا بصراحة، يعني انا ببقى مبسوط انه قبل ما بدخل برنامجي بيبقى عندي الفرصة دايما ان انا اسمع المسلسل. خلينا اتكلم معاكم في امور كتيرة جدا النهاردة. هبتدي بالحديث عن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. ارجعوا كده للحلقه اللي انا قلتها لحضراتكم يوم الاحد اول ما تم الاعلان عن التعاقد مع لاسارتي، قلت لكم كده باللفظ كده بدون اي كسوف، يعني الراجل لو هجاص هيجي يقول حوعد وهنجيب وهنعمل وهنسوي ونجيب بطولات الكون ونعمل وجمهور الاهلي اعظم جمهور، والكلام اللي بيبقى فيه نوع من انواع المغازله واللعب على وتر العاطفه، وبالتالي انت بتفهم شويه انه الراجل ده له ميول معينه او له شخصيه معينه، مش هي دي الشخصيه اللي هتتماشى وتتوافق مع الواقع. لكن لو قلت لكم لو جه الراجل ده وقال احنا يعني ما بنوعدش بحاجه وانا ما بوعدش بحاجه وهشوف الفرقه واتفرج كويس واحكم وهنشتغل مع بعض، يبقى الراجل ده عنده حاجه هيقولها. كل دي بتبقى زي بيتقال عليها يعني مؤشرات مبدئيه لا نعول عليها كثيرا، ولكنها بتبقى مهمه جدا لفهم الشخصيه اللي قدامك. لاسارتي امبارح مدير الفني الجديد للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي الحقيقه كان تصريحه موفق. الراجل في البدايه قال لك انا يعني ما بوعدش بحاجه وبطلب من جمهور النادي الاهلي ان هو يعني يصبر شويه. قال ما تصبروش، انا ما بقصدش ان انتوا تصبروا عليا انا بشكل شخصي، انما تصبروا على الفريق بشكل عام، على فرقة النادي الاهلي. طبعا الراجل دخل كم كبير من المصابين ومشاكل كتير لها علاقة باللعيبة اللي ما عندهاش امكانية انها تشارك بسبب التأهيل وبسبب الاصابات وبسبب حاجات اللي زي كده. وبالتالي هي من هنا برضو هتيجي مسألة انه هيبقى على مهله وياواش ياواش في تصريحاته. فانا بامانة شديدة يعني اداني مؤشر ايجابي، ما اقدرش اقول عليه اكتر من كده، اداني مؤشر ايجابي ان هو الراجل ده بالنسبة لي الراجل او اي حد يعلي او يعلي من قيمة العمل على قيمة الاونطة بالنسبة لي ده 10 على 10. انا لما تيجي تكلمني كده انا ممكن ادخل الدخلة بتاعت انا، ودي مش عيب بس بصراحة بتبقى انت فاهم كويس قوي انه دي دخلة واحد جاي يغازل وجاي يخطف الجمهور بالعاطفة، وبعدين نبقى نشوف هنشتغل ازاي مع بعض. او ما دخلش الدخله بتاعت انا جاي الاعظم جمهور في الكون وجمهور الاهلي انا بحبه من وانا صغير، وانا في بلدنا في اورجواي كنت دايما بتفرج على ماتشات النادي الاهلي ونفسي في يوم من الايام امرن النادي الاهلي، والجو اللي احنا احيانا بنسمعه ونستغربه ده. فالراجل الحقيقه ما دخلش الدخله دي، دخله منطقه واقعيه، فبالتالي ده مؤشر مبدئي ايجابي. انما الشغل والحكم وكل حاجه والقاضي الاول والاخير هو الملعب والنتائج والاداء وكل حاجه ليها علاقه بفنيات كره القدم. ده ما يتعلق بلاسارتي. اما ما يتعلق بالنادي الاهلي فامبارح فاز الاهلي على النجوم بهدفين دون مقابل. مروان محسن سجل هدف الاولاني، والحقيقه يعني مروان مستواه بيتعافى شيئا فشيئا، عامل سبرنت امبارح قوي، احمد الشيخ عمل له اسيست مفيش بعد كده، والدنيا ماشيه كويس جدا مع مروان محسن. على الجانب الاخر مؤمن زكريا سجل الهدف، هو كان نازل بديل، سجل الهدف الثاني. مؤمن الناس عابت عليه بعد اللقاء انه او بعد الهدف انه القى بفانيله النادي الاهلي، انقسام حول الموضوع. ناس قالت لك لا ده هو مش متعصب، ويعني ده هو الفكره بالنسبه له مش متضايق من فانيله النادي الاهلي، مش بيرميها عشان يقلل من قيمه النادي الاهلي، ولكنه بس الفكره باختصار شديد انه من الفرحه والبتاع قلع الفانيل. يعني تاويلات كده وتاويلات كده. على كل إن هل الأهلي هيوقع عليه عقوبة أو الموضوع هيبقى فيه تحقيق وهيمر كده، كل ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. ده ما يتعلق بالماتشات وما يتعلق تحديدا ماتش الأهلي امبارح وما يتعلق بلاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. 91-9 ده رقم الرسائل بتاعتنا وصفحتنا على الفيسبوك يا الراديو 90-90. هنتكلم مع حضراتكم عن قرعة دوري أبطال أوروبا، هنتكلم معاكم كمان عن قرعة البطولة العربية أو قرعة كأس زايد، والاتنين أقيموا امبارح. لينا دايما ملحوظة على الحاجات ديت، تتفرج على القرعة بتاعت بطولة أوروبا علشان برضو احنا نفسنا في يوم من الايام نوصل للليمت ده او للمستوى ده او للطريقة دي او للسيستم ده.
امبارح دوري ابطال اوروبا القرعه بتاعته ليها ميعاد الساعه 1 ما كانت بعديها بربع ساعه ثلث ساعه شكرا خلصت سلام عليكم وعليكم السلام نص ساعه بالظبط كله كان ملموم ما كانش فيه اي حاجه قرعه البطوله العربيه ميعادها الساعه 4 لحد 4 ولا 5 الا ما كانتش القرعه ابتدت بنتكلم دايما على التنظيم وبنتكلم دايما على ان احنا عايزين نبقى كتف بكتف مع الناس اللي بره واحنا الحقيقه البطوله دي فيها شغل كويس معمول اتمنى لو يبقى فيها تنظيم كمان في الحته البسيطه ديت الامور تمشي بشكل كويس جدا خلونا نروح لفاصل بعد الفاصل هنتكلم مع بعض في حكايه حلوه قوي وممتعه وهناخد منها يعني مش هقول عبره واحده انما يعني باكج عبرات كده هندردش فيه ونتناقش فيه سوا مع بعض ده عطفا على الخبر اللي احنا كنا سمعناه او اللي انا كنت قلته لحضراتكم يوم الحد اللي فات لما لجنة القيم حققت مع نائب رئيس نادي الترسانة علشان انتقد حكم مباراة فل ووحشني كتير جدا وعايز ابارك لك على تواجدك جوه النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت وعايز ابارك لك على هذا الحب وهذا التقدير من جمهور النادي الاهلي واحساسهم بانه حتى ولو عادل مصطفى مش مكمل مع فريق النادي الاهلي الا انهم متوسمين فيك خير وعارفين ان انت جاي دورك وجاي معادك وجاي اوانك وهتبقى موجود تاني في النادي الاهلي فصباحك زي الفل وربنا يا رب يسعد ايامك دايما صباح الفل وانت كمان وحشني اكتر والله ويعني مفتقدينك على الشاشه حبيبي وان شاء الله ترجع انا نفسي مفتقدني لا ان شاء الله ترجع احسن من الاول والامور تمشي احسن من الاول ان شاء الله باذن الله طبعا يعني مش هشكرك على المقدمه ان انت انا عارف ان انت يعني شهادتك فيها مجروحه يعني عامه شوف والله يعني وربنا اللي يعلم وانا بقول ده وانا ما لا اخجل من ده في حياه كل بني ادم كده شخصيات معينه بالنسبه له علامات انت بالنسبه لي علامه انا بحبك في الله ودي قصه الناس كلها عارفاها الروب عند بعضها ربنا يخليك انا عارف دوت والناس كلها عارفاها والناس كلها عارفه الشعور متبادل يعني صحيح طبعا الحمد لله طبعا على يعني على الفتره اللي فاتت فتره كويسه واستفدت منها كتير جدا اكتر حاجه استفدتها في الفتره دي بصراحه يعني ان الواحد يعني حاسس ان في ناس كتير سبورت لي ودي من الحاجات اللي انا ما كنتش متخيلها يعني يعني بصراحه ما كنتش متخيل ان في يعني في ردود افعال كويسه بالنسبه لي ودي حاجه من الحاجات اللي انا كسبتها في الفتره دي غير الحاجات الفنيه وغير الحاجات بتاعت الشغل والخبرات والتطوير ده برضه جزء من التطوير انك تبقى موجود في الملعب ده جزء من التطوير او تدرس وبتذاكر وكل حاجه ولكن العملي برضه جزء كبير جدا من التطوير وان كانش ان كان الجزء الاكبر يعني فاكيد استفدت طبعا موجود في النادي الاهلي اكبر منظومه رياضيه في مصر افريقيا انك تبقى موجود في منصب مدرب مساعد لو لفتره صغيره جدا لو ليوم ده انا كنت عارف من اول ما طلعت يعني من اول ما طلعت الجهاز كان مؤقت وده كان معلن للناس كلها فانك تبقى عارف انك شغال فتره معينه وماشي تاني او مكمل الله اعلم يعني ما كانش يعوب من حد انك تكمل او انا على الجانب الشخصي ما كانش عندي يعني ما كنتش حاطط ان انا هكمل كنت سايب الامور تمشي لوحدها وربنا هو اللي يعني هو اللي لو اراد حاجه يعني ان انا اكمل ولكن يعني الحمد لله انا عارف ان انت معجون بحب النادي الاهلي يعني اوصف لي كده المشاعر اول لما رجليك دب التاني جوه الملعب وانت مع الفريق الاول ولكن هذه المره كمدرب مساعد وانت برضو ما انتش كبير في السن يعني انت شعور انك تبقى موجود في الملعب وتلعب مع اللعيبه برضو قريب يعني بص يعني عايز اقول لك من اسعد لحظات حياتي الفتره اللي انا كنت موجود فيها اول يوم كمان اول يوم رحت بدري التمرين حوالي 3 ساعات يعني التمرين كان الصبح انا رايح بدري جدا رايح 6 الصبح يعني دي عادتي كلعيب انا لما كنت لعيب برضو كنت بتواجد في نفس الميعاد فكنت يعني عارف انت بتحس انت بتعمل حاجه انت متعود عليها اساسا من قبل كده بس يعني قعدت فتره طويله كنت بره النادي وبعد كده رجعت تاني فكان بصراحه كان يعني شعور كان بالنسبه لي كان يعني كان حلو جدا وكنت مبسوط كان في حزن ان انا راجع المدرب مش لعيب ان برضو لما فتره اللعب دي بتبقى احسن فترات حياتك في المجال يعني ولكن كنت مبسوط جدا ان انا موجود وحتى لو يوم والله فعلا مش حاجه مش يعني مش رياء يعني ولا حاجه فعلا لو يوم في النادي الاهلي بيفرق مع الناس كلها وبيفرق معانا شخصيا انا بحب المكان
والناس عارفه ده، مش يعني مش قبل كده لما مشيت من النادي فيها في قصص كتير جدا ما حدش عرفها، ان انا مشيت من النادي كتير جدا ما عرفهاش غير المقربين يعني، ومش هحكيها حاجات مش هحكيها خالص. ف يعني الحمد لله الحمد لله كنت موجود ولغايه اخر وقت انا هكمل شغلي عادي. انا لسه موجود في المباراه القادمه بتاعت اثيوبيا والمباراه بعدها في الدوري، ودي هتبقى اخر مباراه يوم 28 ان شاء الله. يوم 28 ده هيكون اخر لقاء. طيب خليني اسالك بقى عن الاداء الفني، المكسب امبارح قدام النجوم، المدير الفني الجديد لاسارتي وهو بيتابع النادي الاهلي. يمكن انا قلت في البدايه انه انا بصراحه ادانا الراجل مؤشر ايجابي لما قال انا ما بوعدش بحاجه، يعني ما جاش ضحك على الناس من الاول وقعد يخاطب فيهم العاطفه، قال هتفرج وشوف الفرقه وواحده واحده والدنيا تمشي والناس تصبر عليا تصبر على الفرقه يعني بمعنى اصح. بيتهيالي انه تصريح منطقي بالنسبة للراجل جاي غريب لسه مش عارف النادي الاهلي. بص هو تصريح من يعني تصريحات الناس العقلانية شوية متزنة، وده اعتقد اول انطباع تاخد عن الخواجة ان هو متزن عن شخصية، واضح انه عن شخصية في المؤتمر. وده خد بالك دي اهم حاجة، انا دي وجهة نظري، بكلمة بقى بوجهة نظري مش انا مدرس نادي، كانت وجهة نظري كعادل مصطفى. انا شايف ان دي من اهم الحاجات. جوزي لما نجح في مصر ما كانش نجح فنيا على قد ما هو كان ناجح ان هو كان عنده كاريزما وقدر يفهم الطباع اللي موجوده، هي دي اللي نجحته. صحيح. وانا على المستوى الشخصي بشوف ان المدير الفني في اي مكان الجانب الشخصي لشخصيته هي اهم من فنياته، فنياته طبعا موجوده وموجوده، ممكن يبقى عندك فنيات لكن شخصيتك ما تقدرش تدير منظومه كامله. فانا شايف الشخصيه جزء كبير جدا من المدير الفني. اعتقد هو ده مردود كويس في البدايه، و ممكن يكون كسب تعاطف ناس كتير جدا او ناس كتير جدا انتبهت له، وده برضو ذكاء منه. عايز اقول لك برضو على مستوى الشخصي برضو لما شفت انا الراجل في المؤتمر برضو، عارف لما تبقى انت حاسس انت كان في حد ممكن تعلم منه حاجه. فدي وجهه نظري برضو، يعني شايف ان انا الراجل ده ممكن يبقى ليه دور في النادي الاهلي، يبقى ليه بصمه كبيره عن شخصيه، واتمنى انه ينجح. يعني اتمنى انه ينجح عشان نجاح المنظومه عامه، اي حد هيبقى ماسك مدير فني نتمنى له التوفيق والنجاح للنادي. صحيح. أسألك بقى سؤال، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.